السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أثناء وجودي في باريستوث كان إعلان جالي، وكان في اللي هو بيسوي اجتماع، عملنا مجموعة اسمها كريستيان ميديكال فيلوشيب جروب، يعني المجموعة المسيحية الطبية جاية تعمل مؤتمر في جامعة باريستوث. فكنت انا موجود، وكنت يعني ما اروحش حاجه اعملها، فقلت اما اروح اذهب لهذا المجال. فذهبت هناك، كل اللي كانوا موجودين اما دكاتره واما ممرضات واما حكيمات واما عمال الى اخره، وكان اغلبهم يعني من العاملين في التبشير عن طريق العمل الطبي. قعدت اسمع او اشاهد مثل هذا العمل، وكانوا جايبين، أنا أتذكر بعض الأطفال اللي في صحراء، مش عارف بقى دي كانت فين، في الأردن، يعني في مكان صحراوي، إزاي إن هم بيروحوا يعملوا اسمها يا ربي حضانات خارج المدن، وياخدوا الأطفال من الآباء اللي هم البدو أو العرب الرحل دول، يقعدوهم ويكبروهم ويربوهم في داخل هذه المدارس ويرجعوهم إلى آخره إلى آخره. فأنا كنت قاعد رايح هناك بنية واحدة فقط. إيه النية دي؟ إن أنا أحاول أتعلم إنجليزي. أنا كنت نجحت في المادة اللي هو الطبية، وفي الامتحان بتاع اللي هو المعادلة، وسكوت ساعت في الإنجليزي. فأنا هناك اتعرف عليا بنتين، واحدة سويسرية والتانية ألمانية، وجم يتعرفوا عليا. وأما اتعرفوا عليا أما بكلمهم بعضهم، قلت لهم، قالوا لي أنت منين؟ قلت لهم من مصر. واحدة فيهم قالت للتانية، مش أنا قلت لك إن هو من مصر؟ المهم كانوا بيقسموا عليا قبل ما يجوا يعني. وقعدوا يتكلموا معايا وابتعدوا وتوددوا إليا عشان يدعوني إلى المسيحية. المهم عزموني على العشاء وكذا 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 إلى آخره، وبدأوا يكلموني في يسوع المسيح إلى آخره. وكان في واحد أردني مسيحي جاي من لندن بعربية مرسيدس. طبعا عربية مرسيدس في الوقت ده كانت تعتبر شيء يعني بالنسبة لواحد زي حالتي صعبة جدا انها اشوفها. وجي وقعد معايا وعرفوا عليا وقعد يتعرف عليا. وبعد ما اتعرف عليا قال لي يلا بقى نقوم نصلي بقى. قلت له ايوه حاضر، هقوم اصلي معاك، بس هروح اخش اتوضى انا واجي اصلي معاك ان شاء الله. فطبعا اللقاء بتاعه كان عايز ايه، يعتقد ان انا هتغير الى اخره. ده كان لقائي مع هذه المجموعة. وأنا في سوانزي اتعرفت على مجموعة تانية اسمها المونيز، واللي هي تبع اليونيفيكيشن تشير لكنيسة التوحيد. كنت برضك بخرج معاهم علشان أتعلم اللغة، فكانوا بيجي ياخدوني وياخدوني نتعلم في نقاشات في الحلقات بتاعتهم، أقعد أسمع أتناقش إلى آخره إلى آخره إلى آخره. وكان أغلبهم شباب صغيرين، وكانت الفلسفة بتاعت عملهم ان هم بيبعتوا الشباب الصغير دول المتطوع للناس الكبار في السن في بيوتهم عشان يخدموهم، وبعد ما يخدموهم ويقدموا الخدمات الاجتماعيه دي في المستقبل ممكن يتركوا لهم جزء من الوصيه بتاعتهم في كشقه او عربيه او مال او بيت الى اخره الى اخره الى اخره. قعدت معاهم وحضرت معاهم زي ما تقول ايه مؤتمر تثقيفي في جمعة وسبت وحد في مدينة سويندون في جنوب لندن، قريبة من لندن يعني. دي كانت المجموعة التانية اللي أنا اتعلمت، كنت عايز أتعلم عن طريقها اللغة الإنجليزية عشان ما كانش معايا فلوس أتعلم إنجليزي أو أنطلق في الإنجليزي. الحوار التالت اللي أنا عملته في ولفرهامبتون، وأنا في ولفرهامبتون، إن هو بدأت أخش على الكنائس، أخش أكلم القساوسة وأقول لهم عايزين نتكلم مع بعض، نتناقش مع بعض، نتداول مع بعض، نعمل كذا كذا. برضك بالنية بتاعتي ان انا عايز اعلم انجليزي. كنت اروح للقسيس اقعد معاه شوية، يكلمني في سيدنا عيسى وانا اكلمه في سيدة مريم وهكذا الى اخره الى اخره. فالفترة دي يعني مش فقط انا كنت قاعد فيها في المستشفيات فقط، لا بالعكس، انا كنت بنتقل في انشطة مختلفة علشان احصل على تعلم اللغة الانجليزية بلا مقابل، بدون مقابل او بلا شيء، عن طريق اللي هم الجماعة بتوع اللي هو التبشير عن طريق المستشفيات أو العمل الطبي، أو عن طريق اللي هم جماعة سينج أمون اللي هم بتوع كنيسة التوحيد، أو عن طريق ذهابي للقساوسة عشان أقعد أتناقش معاهم. في النقاش ده أنا بظبط اللغة بتاعتي إلى آخره. ففي الظروف الصعبة دي كلها وأنت ما عندكش أي دخل،
حاول تبدع في إيجاد أي وسيلة تنمي قدراتك، سواء كانت في العلم أو المعرفة أو في اللغة، ببلاش. وده اللي أنا كنت بعمله، إن أنا بذهب في هذه اللقاءات علشان أتعلم منهم كيف أتكلم، وعشان الخوف بتاع اللي هو التحدث باللغة العربية باللغة الإنجليزية دي يطلع مني، وأعرف أتكلم وأنجح في الامتحان في المرحلة القادمة. فطبعا شوف، لما استقر الأمر عندي في سوانزي بدأت أتحرك وأروح هنا وهنا وهنا وأرسل العالم كله. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.